السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم إن شاء الله بربي غادي نشوفوا التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان، ومحرز حاضر فيها. محرز اليوم يلعب، محرز اليوم مع الكبار يلعب، يدخل دونتري تشامبيونز ليغ تاع محرز تشامبيونز ليغ. غوارديولا قال له هذه تاعك، اروح ولدي، قال له محرز اروح، هذه الحياة تاعك، ما حد ما يحكمش فيك، هذه تاعك. شامبيونا قال له غادي نقار عليك بعد كاس افريقيا. اليوم شامبيونا خليني نبرد بها، نفوت هذو، ومن بعد كاس افريقيا يكون عندك كلام اخر. والتشامبيونز ليغ تاع محرز، تشامبيونز ليغ تاع محرز، حيت مازال لعب، مازال لعب، مازال مازال شحال مازال بانيك منا الى البانتات، الى البانتات السانك السانك جونفي ولا، باش المحرز يجي عنده لي بارتي، عنده مازال وين شعلنا كيفاش، وين بعد ما شعلنا محرز، وين دائما وين محرز وين يخرج يكذب اشاعات بانه سوف يرحل، وراه مديقوتي وراه من اليوم محرز غادي يلعب بمركي. هذوك الناس تاع اصحاب رحله الصيف والشتاء مساكين في اليوتيوب ينساو غوارديولا، ينساو بلي محرز محقور، ينساو تسمعيها بوم شاد كونترول، قالك مفتاحيه، قالك بهدف، قالك اسمع شوف، اسمع شوف بوم، قالك هذا ما تسمع، ينساو كاع بلي محرز مغبون. محرز يتفكروه مي ما يلعبش، يقولك راه مغبون، هذا مكان يتفكروه كيما هكا. محرز الشامبيونز ليغ، الشامبيونز ليغ الناس تحلم باش تلعبها. محرز غوارديولا احسن مدرب في العالم قال له هذه تاعك، عليك دبر راسك، عليك تاعك، قال له عليك هذه تاعك، قال له مكانش غادي يحكم معك، هذه تاعك. وش عندنا كيفاش، وين مانشستر وين محرز سوف يكون في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان، وين تشهد عودة محرز، وين يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من الدور المجموعات لمسابقة دور أبطال أوروبا. وشأن الحارس، وين يكون الحارس المرمى إيديرسون، خط الدفاع واكر جون دياز وكانسيلو، هذو في الدفاع. خط وسط الميدان رودري يعني برناردو سيلفا، خط الهجوم رياض محرز خيسوس فوندين. ان شاء الله ربي يقول لك برناردو سيلفا، ان غادي تكون المباراه في صالح رياض محرز اللي نتمناوها، خاصه وين ماوريسيو المدرب تاع الارجنتين يعني، وين يعرف رياض محرز، ودائما وين كان يفوز رياض محرز كان يفوز على توتنهام. مي كان هذا ماوريسيو محرز كان مهبله، محرز كان الشابح الاسود تاع توتنهام، والله لا كان الشابح الاسود، على بال بلي محرز كانت الضحيه المفضله تاعو شكون في انجليز، توتنهام. كان راقد يماركي لهم ايليام تارت برك، كان راقد يماركي لهم. راني منربي شويه انا، محرز ما كانش مع 10 الولا وصلاح كاين، انا والله لا يغيظتني ما نكذبش عليكم، انا والله لا يغيظتني، صلاح كاين ما يعش ما يعش ما يعش يدير كونترول، ياه مزويجه ولا تيري بالمقلوب، ومحرز بوله جايه من القمر مي تهود عنده تحسب كذب عريان ما خلاش يتردخ. والله العظيم البوله الحق الحق ما الحق ما بالشيخ، مي قال لهم انا هذ الارقام كاع ما نستعرفش بهم، والله لا عنده الحق بالشيخ، قال لهم هذ الارقام وهذا الكلاسمون تاع الفيفا كاع ما نستعرفش به، والله لا عنده الحق. دي فوا واحد الهضره تصيب عنده الحق، انت صالح من غي يجري بالبوله يقعد في يقعد ينتظر في البار بيردي يماركي، داروه محرز داروه منا، والاعلام طلعه هذا مكان تغيظك. محرز بونك وصالح يلعب، تغيظك 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 تغيظك، واحد الصوالح يغيظوك. وإن كان السيتي قد خسر الذهاب على ملعب حديقة الحيوانات في باريس بنتيجة هدفين دون رد، و
ورغم ذلك فهو يتصدر المجموعات بتسع نقاط، جمع من ثلاث انتصارات وخسارة واحدة، متفوق على النادي فاري بفرق الأهداف بفرق الأهداف، والذي فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما بعد أن كان قد خرج الموسم الماضي من مربع ذهبي لهذه المسابقة على يد رياض محرز، بتألق لافت من النجم الجزائري. والأرقام تاع رياض محرز في الدور أبطال أوروبا هذا الموسم، شارك أساسي في أربع مباريات من أصل أربع مباريات، وسجل كذلك أربع أهداف من أربع مباريات، يعني في كل مباراة هدف. هذه هي، نتمنى إن شاء الله إحنا إن شاء الله يا ربي محرز يكون اليوم يكون قدها، اليوم يكون قدها إن شاء الله. وشاهدنا وين إشادة كبيرة من غوارديولا، وشاهدنا وين وصف الفيلسوف قائد المنتخب الوطني بالجوهرة، مشابه إياه بزميله البرتغالي كانسيلو، مؤكد أن هذا الثنائي يعشق كرة القدم بطريقة لا يمكن وصفها بالعمل، وهو ما جعل منهما لاعبان يستمتعان وين يستمتع المدربون بالعمل معه في مستوى العالي مهما كانت الظروف المحيطة. وصرح المدرب الإسباني لجريدة مانشستر نيوز الإنجليزية قائلا: كانسيلو منذ وصولي لفريقنا وهو يلعب في مستويات عالية جدا، لأنه يمتلك خصوصيات فريدة من نوعها وهي حب كرة القدم. وأضاف: هو رياض محرز وفوندان، عندما يكونان تحت تصرفك فإنك تمتلك في يدك سلاح حقيقي. وقال إنهم يعشقون الحصص التدريبية ويستمتعون بها، وقادرون على اللعب لمدة 24 ساعة يوميا دون أن يملون من الكرة. وتأتي هذه التصريحات الإيجابية من طرف غوارديولا تجاه رياض محرز في الوقت وين يعني يعرف كيفاش نقولوا احنا يا غوارديولا يعرف كيفاش يحضره. وين على بالكم بلي محرز راه مركز 8 راه بيتر في النادي تاعه، على بالكم راه بيتر هاك. شو دارت هذيك صحيفة تاع مانشستر نيوز، دارت إحصائيات 79% رافضين محرز ما يخرج من السيتي، يعني غادي يديروا فوت 79% هذه وزيد معها 30% غادي محرز يديها أحسن لعاب في مانشستر سيتي كيما الموسم الماضي، مديها أحسن لعاب فوطاو عليه جماهير، فوطات على محرز والناس تعرف كرة القدم. كي فوطاو على محرز، محرز عطاهم هدية كاليفاهم الفينال، فوطاو عليه في جونفي أحسن لعاب. شتادار محرز؟ شتادار؟ قال لهم ربي يحفظكم حمال ليكم، قلب البولا هدر مع البولا، قال لها واحد تقول لك، قال لها انتي تعرفيني وانا نعرفك، قال لها اما لا هذو فوطاو عليا غادي كيما نضربك روحي. قلت لهم كاش مشكل مسيو محرز راني هنايا، ولا كيما يتيريها تزوج تزوج باريس سان جيرمان، محرز تزوج باريس سان جيرمان، لا تيريفير طفاها هذيك الليله في باريس، طفاها والله لا طفاها. ما عرف منين تما من نعد خرجت لالمان ذاك الضو ما طفاشي، من نعد من لالمان خرجت من 45 لالمان واك 45 لالمان خرجت كانت مستعمره فرنسا، خرجت من فماك الضو ما طفاشي، تاجا محرز طفى عليهم الضو ماكم مولا. خاطش السكان تاع باري مي كانوا لالمان كانوا في الليل يطفوا الضو في طولارمي تاع لارمي تاع لالمان، ما يشوفهمش عليهم الضو يطلع يقتلهم ويقيسهم من اللي باكم، كان يقلبهم يقيسهم من اللي باكم مزالي ايا ولاو يطفوا الضو. كي خرجت لالمان الضو ولا يبات يشعل، انا مانيش غلط، من نعد خرجت لالمان الضو ما طفاش في باري، حتى جاء محرز طفى عليهم الضو ديك الليله دقدقهم. مال اليوم نقولوا بلي نشوفوا رياض محرز ويعاودها لكم ان شاء الله بربي، يعاودها ان شاء الله يعاودها محرز، هو محرز اليوم غادي يعاودها. انا عندي كيما يقول لك عندي واحد الاحساس، محرز اليوم غادي يدير التير فيهم،
غادي يدقدقهم. حاقد محرز حاقد حاقد بزاف صوالح. من ديكوتي كاع باي يفرغ حسابه.